فإن المسلم لا ينفك عن أحوال أمته، ولا بد أن يعيش واقعه. وإن من واجبنا أن تكون صلاة الجمعة وخطبة الجمعة في واقع الأمة. وإذا كانت قضايا التبديع والتضليل والتكفير والاتهام وما تورثه من فتن واختلاف هي من واقع الأمة الخطير في الجانب الفكري وما يترتب عليه من سلوك، وما يترتب عليه من استباحة للدماء، وما يترتب عليه من قتل، الإسلام منه بريء براء ينكر ذلك كله. لكن أيضا من جانب آخر، عندما نرى كيف تشتد المحنة على أهلنا في فلسطين، ويتألق أهلنا في الدفاع والمقاومة عن المقدسات، وتمضي كواكب ومواكب الشهداء رجالا ونساء وشيبا وشبابا ونساء وفتيات وأطفال، وتمضي مواكب وكواكب الأسرى أيضا، والمسلمون أو أكثر المسلمين في غفلة عن حقهم. وإن حق المقاومة لهذا المحتل الغاصب أمر مشروع، لا أقول كفلته الشرائع السماوية والأرضية، إنما يعنينا وقد كفلته، إنما يعنينا ما في كتاب الله تعالى، فهذا حق مشروع لهم ولنا، هذه المقاومة لهذا المحتل الغاصب. عندما يقول سبحانه: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يخاطب بني إسرائيل أنفسهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. انتبهنا إلى هذا الأمر من ألسنتهم، لكن في كتاب ربنا يدينهم ويعطينا مشروعية حق المقاومة، ويبين أن هذه المقاومة هي في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أليس أهلنا أخرجوا من ديارهم؟ أليس أخرجوا من أبنائهم؟ أليس اغتصبت مقدساتنا؟ فما لنا لا نقاتل في سبيل الله وهذا قتال في سبيل الله؟ إذن حق المقاومة والدفاع عن المقدسات حق مشروع في كتاب ربنا وعلى ألسنتهم أنفسهم، لكن في كتاب ربنا. لذلك كان مما يعبر عن أزمتهم الداخلية الخطيرة أزمة الصهاينة الأعداء، وانهيارهم النفسي وانهيارهم الداخلي ودناءة نفوسهم وضعفهم وجبنهم، أن يعمدوا إلى حظر الحركة الإسلامية، ولها عشرات السنين تعمل، وكل الناس يعلمون بقيادة الشيخ رائد صلاح أنها تقوم بأعمال مدنية، بأعمال سلمية، بأعمال إغاثية، بأعمال دعوية، بأعمال ثقافية. نعم، أخذت على عاتقها واجب إحياء قضية القدس وقضية المسجد الأقصى. نعم، أخذت على عاتقها قضية المرابطة في المسجد الأقصى. نعم، أخذت على عاتقها تسيير القوافل نحو المسجد الأقصى حفاظا على قدسيته وطهارته وحفاظا عليه ودفاعا عنه. لكن كل أعمالها لا تمت إلى شيء اسمه سلاح أو اسمه عمل عسكري أو اسمه عمل سياسي أصلا، فهم يقاطعون كل الأعمال السياسية داخل الأرض المحتلة، لأنهم لا يعترفون بهذا العدو الغاصب ولا بنظامه ولا بحكمه، وكل أعمالهم إذن من هذا النوع المدني السلمي. ثم بعد ذلك يقولون: تحظر أنشطة وتحظر الحركة الإسلامية وكأنها مجرمة قانونا. إذا من هنا طبعا نحن نستغرب من عدونا أن يفعل ذلك، فبعض من يدعي الانتساب إلى الإسلام ربما فعل أشد من ذلك. أيضا لا نقارن في هذا المجال، لأن العدو له وفي صراعنا معه شأن آخر، ولكن هذا يدلك أيضا على حقيقة وحجم الانهيار الداخلي والهزيمة النفسية الداخلية
في أنفسهم، ويدلك على مدى عدوانهم، ويدل ويؤشر لنا ما هي واجباتنا في هذا الجانب، وأنك مهما فعلت من أمر تستطيع أن تنال من عدو نيلا، فأنت تكون قائما بحق الدفاع عن المسجد الأقصى، وهذا واجب لا يمكن أن يتخلى المسلم عنه. أقله أن تكون عقيدة في قلوبنا أن هذه الأرض المطهرة المقدسة أرض المسلمين، لا يمكن التنازل ولا التخلي عنها طال الزمان أو قصر، إنه مهما طال الزمن لا يأتي في يوم من الأيام من يؤرخ للأمة وللتاريخ أن أبناء فلسطين أو أبناء المسلمين في يوم من الأيام تخلوا عن مقدساتهم، أو تخلوا عن قدسية هذه الأرض المقدسة، أو أنهم رضوا في لحظة من اللحظات مهما كان الضعف أو مهما كانت الشدة ومهما كانت المحنة، أنهم رضوا بأن يتعاملوا مع هذا العدو وكأنه صديق، أو أن يطبعوا علاقاتهم معهم. لا ينبغي ولا يجوز أن يؤرخ ذلك في تاريخنا، فضلا عن أن ذلك كله لا يجوز في ميزان الله تعالى.